مظفر النواب خسارة للوطنية العراقية وللنضال العراقي وللفن العراقي وللشعر العراقي وكل قوى الإبداع في هذا الوطن، كونه أحد رموز النضال والوطنية والإبداع الذي قضى أكثر من 70 سنة من عمره وهو في سوح النضال دفاعا عن حقوق الشعب العراقي. الاستقبال الكبير لا يعني الأدباء فقط بل يعني المواطنين، فهو شاعر شعب ليس شاعر نخبة، هو يمثل موقف لدى المتظاهرين لدى الثوريين لدى جميع محبي الوطن الحقيقيين.